العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان والى الابد امين. وعلمنا بطرس الرسول يقول لنا ايه جميله جدا في رسالته الاولى، يقول لنا كده: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره، لانه مكتوب: كونوا قديسين لاني انا قدوس. وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباه حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف. ربنا أحبائي دعينا لحياة القداسة، وعشان نحيا حياة قداسة يبقى يجب أن احنا نحيا حياة توبة مستمر. التوبة بالنسبة لي ما هياش لحظات، ما هياش مواسم، لا هي حياة، هي حياة أنا بحياها باستمرار. واحد يسأل إيه هي التوبة؟ هل أني أسيب الخطية هي دي التوبة؟ أقول لك ده شيء كويس وحلو وخطوة جميلة في التوبة. واحد تاني يقول لك: طب هل التوبة هي ان انا اكره الخطية؟ اقول لك ده برضو شيء كويس وجميل ومهم. بس ممكن واحد يسأل: طب انا يعني الخطية بحبها، طب وازاي اسيب حاجة انا ايه بحبها؟ اقول لك خلي بالك في شيء مهم قوي، التوبة مش شكل خارجي، مش شكل خارجي. في واحد بيصوم، في واحد بيعمل مطانيات، في واحد واقف بيصلي، ولكن امور ايه؟ مجرد لا تتعدى عن كونها شكليات. لكن التوبة أحبائي هي عمل قلبي، عمل قلبي. التوبة باختصار هي رجوع لحضن الآب، رجوع لحضن المسيح. زي ما المزمور كده بيقول: ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك. واحد راجع لمكان الراحة بتاعته، هو حضن المسيح بالنسبة له هي ده الراحة، التوبة بالنسبة له هي دي الراحة. هو عايش الحياة اللي مرتاح فيها، اللي مبسوط فيها، لأنه طول الوقت في حياة التوبة دي هو في حضن مين؟ في حضن ربنا. هو رجوع النفس التعبانة من هموم العالم ومن خطايا المؤلمة لمكان الراحة الحقيقية اللي هو حضن ربنا. توبة أحبائي هي رجوع للحالة الأولى، للحالة الأولى اللي كان عليها آدم في الفردوس. ارجع تاني للصورة الحقيقية دي، وربنا ادانا إن احنا نرجع، وادانا الإمكانية ان احنا نرجع للصورة الاولى دي، ادهاني من خلال سر المعمودية. بس قال لي خلي بالك كمل، كمل كده وحافظ عليها من خلال سر التوبة والاعتراف. الخطية انفصال عن ربنا، والتوبة هي رجوع النفس الى الله مرة اخرى. عشان كده مهم جدا تكون التوبة مستمرة، لان المفروض يكون ده الوضع الطبيعي بتاعي، اني اكون عايش حياة توبة. طب اوقات بقع في الخطية لضعف أو غيره، أقدم توبة من القلب، لأن الخطية ما بقتش الطبع بتاعي السائد، لكن التوبة هي الوضع السائد المستمر. في قول جميل جدا للقديس يوحنا سابا، القديس يوحنا سابا مشهور ما بين الآباء القديسين باسم الشيخ الروحاني، يقول: التوبة هي أم الحياة، التوبة هي أم الحياة، وتوبة لمن يولد منها فإنه لا يموت. يعني إذن التوبة دي مش مجرد لحظات، لا دي حياة. يقول لك كده: وكما ينادي المسيح لخواصه بالتوبة، يحذرنا يقول لنا خلي بالك، كذلك يبعد الشيطان الناس عن سماع هذا النداء. طول الوقت عدو الخير عايز يلهيك، عايز يلهيك بمكر وبلهو عشان يغطي على قلبك، يغطي على فكرك، علشان ما ترجعش تاني وتقدم توبة، علشان ما تبقاش ليك وقفة كل يوم، ما تبقاش عايش الحياة دي لهيك تماما. والحرب دي الحقيقة هو شاطر فيها جدا، يديك أنواع كتير جدا، حاجات كتير جدا يلهيك فيها. لكن الجميل إن الإنسان يبقى واعي، واعي، واعي لكل الحروب دي. يعني زي ما الكتاب المقدس بيقول كده: أننا لا نجهل أفكاره. إحنا ما بنجهلش أفكاره، عارفين كويس إن هو عايز يلهينا عن طريق التوبة وعن طريق السماء. مهم جدا إن إحنا زي ما قال كده القديس يوحنا المعمدان، يقول:
اصنعوا أسمارا تليق بالتوبة. ده شيء مهم. التوبة عكس تماما الخطية. التوبة الإنسان المتمتع بحياة التوبة هو إنسان متمتع بالسلام، بعكس الإنسان اللي عايش في خطية هو إنسان تملي الآن فاقد للسلام طول الوقت منزعج. الإنسان اللي عايش حياة التوبة هو إنسان عايش في فرح وتهليل، بعكس الإنسان اللي عايش في الخطية. شوف العالم وصخب العالم، شوف الناس اللي عايشة في الخطية في العالم كله، قربت شخصية أي واحد فيهم تلاقي جواه حزن، حزن عميق جدا. ليه؟ ده سبب الخطية، بسبب الخطية. يبقى زي ما الخطية بتجيب حزن وكآبة، خلي بالك التوبة هي حياة الفرح الحقيقية. زي ما الخطية بتقطع الرجاء، التوبة تعطي رجاء للإنسان. التوبة هي استجابة لعمل الروح القدس في حياة الإنسان، والاستجابة لعمل الروح القدس تخلي في حياة الإنسان حياة مثمرة. طب إيه الثمر؟ هو ثمر الروح القدس اللي ذكره معلمنا بولس الرسول: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف. إذن اللي عايش حياة توبة مستمرة متمتع بهذه الثمار في حياته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. نشكر ربنا ان ربنا وفق وقتها برضو، والكنيسة استجابت لاحتياجات اولادها ان يبقى في انترنت من خلاله الناس تقدر تلعب مثلا نتورك جيمز، كانت حاجة منتشرة قوي في الوقت ده، والناس ممكن تدخل على الانترنت لو محتاجة اي حاجة. وابتدينا اعتقد بفضل كتير من الاخوة بصراحة اللي تعبوا، مش عارف اذكر اسم مين ولا مين، في موضوع تطوير الشبكة وتجهيزها. يعني أذكر على وجه الخصوص الأخ فادي نبيل من الناس اللي تعب معنا قوي في موضوع المركز، وأعتقد أنه ما زال بيخدم في المركز حتى الآن. أعتقد أن بعدها بقى لما موضوع الإنترنت كافيه ما بقاش حاجة مطلوبة قوي، وابتدى الإنترنت المنزلي ينتشر جدا، فأعتقد أن بعدها كان في فكرة لتحويل مكان الإنترنت كافيه أنه هو يبقى زي برينتينج سنتر. أعتقد ده الوضع الحالي، وأعتقد أن حاليا المركز تحت إشراف أبونا الحبيب أبونا متاؤس، ربنا يديم كهنوته ويديم خدمته في الكنيسة. ونشكر ربنا اللي يعني المركز باستمرار بيحاول أن هو يواكب التكنولوجي الموجودة. المركز من خلاله في خدمات كتيرة جداً تفرعت وبقت خدمات مستقلة وقائمة بذاتها. يعني خدمة الإذاعة على سبيل المثال دي بدأت كفكرة من خلال مركز الكمبيوتر، وبدأها الأخ إيهاب نبيل، وبعد كده بقى في حجرة منفصلة للإذاعة، والإذاعة بقى ليها بروجرام وموضوع عظيم جدا جدا، وخدمة جليلة خاصة لأولاد الكنيسة اللي زي حالاتي اللي في المهجر. فطبعا بنقدر نتابع من خلال البث المباشر لخدمات الكنيسة والإذاعة وبرنامج الإذاعة، حاجة 24/7 يعني، حاجة جميلة جدا. فدي كانت النواة الأولى من خلال مركز الكمبيوتر. كان برضو في خدمة تانية اللي هي أعتقد اسمها سانس كيدز أو خدمة أولاد القديسين، دي بقت خدمة منفصلة بمكان منفصل، وبقت خدمة مسؤولة عن كل الاحتياجات المرتبطة بمدارس الأحد، لأن الموضوع ده كبر قوي، فبقى كأنه مركز مستقل. ويعني اللي بدأ الموضوع ده البشمهندس رضا عدلي ومجموعة من الشباب، يعني زي الأخ عماد إبراهيم والأخ مايكل إيميل، وابتدى الموضوع ده يبقى خدمة قائمة بذاتها بتقدم سيرفيسز أو سابورت لخدمات مدارس الأحد على اختلاف أنواع. نشكر ربنا جدا من أجل العمل اللي هو قام بيه، ومن أجل إن هو القائد الأعلى للخدمة والراعي الأول للخدمة. يعني أنا دايما ما بحبش تعبير إن احنا نتكلم عن عمل الله في الخدمة، لأن باختصار شديد ربنا هو صاحب الخدمة، واحنا كنا مجرد شهود على عمله، وهو من كتر محبته ورحمته وتحننه سمح لنا ان احنا بس ايه نتفرج عليه ونشهد على عمله في كل خطوة. فيعني ما نقدرش ان احنا نذكر بصراحة مواقف محددة
وكأن ربنا كان غايب عنا وبس في موقف معين ربنا تدخل. ربنا إيده في كل خدمة لمجد اسمه every day، يعني كل يوم ربنا بيمد إيده وبيتمجد وبيشتغل، بيشتغل في اختيار الناس في الخدمة، وبيشتغل في موضوع تدبير الإمكانيات المادية لتعضيد الخدمة، بيشتغل في موضوع ان هو يدي افكار جديدة مبدعة وغير تقليدية للخدام بيها يتم تطوير الخدمة، بيشتغل في ان الكنيسة تبقى مواكبة للعصر ولكل التغيرات السريعة جدا اللي بتتم في المجال بتاع التكنولوجي day by day، يعني الموضوع ما بيتوقفش. فيعني مركز الكمبيوتر باختصار كان بيقدم فكرة ان احنا ككنيسة بنحتفظ بأصالتنا وبنحتفظ بتراثنا وبنعتز بعقيدتنا وثوابتنا الطقسية والعقائدية وكل ما تملكه كنيستنا من جمال وتراث جالنا من جيل لجيل، ولكن في نفس الوقت الكنيسة مش منفصلة عن العصر اللي هي عايشة فيه. الكنيسة بتجاري العصر، والكنيسة بتستخدم كل التكنولوجيا اللي موجودة واللي هتبقى موجودة في العالم بطريقة نقية وبطريقة خالية من الخطية. يعني الكنيسة بتشجع أولادها إن هم يبقوا مواكبين للتكنولوجي وبيبقوا متطورين ويبقوا عارفين إيه أحدث حاجة بيتكلم فيها العلم والتكنولوجيا، ولكن في نفس الوقت بطريقة نقية يعني بعيدة عن الخطية، لأن طبعا يعني عدو الخير حاول إن هو يبث سموم من خلال استخدام سيء للتكنولوجيا أو استخدام غير مقدس للتكنولوجيا. وبالتالي أعتقد أن الرسالة الأساسية اللي كانت الكنيسة بتوصلها من خلال وجود مركز كمبيوتر، ربنا سمح أنه هو يكون موجود دلوقتي أكتر من 30 سنة، إن الكنيسة بتقول لأولادها احنا مش ضد التكنولوجيا، احنا مش ضد التطور، الكنيسة مش جامدة وثابتة وستاتيك كده، لا الكنيسة متطورة وديناميك وفعالة وبتجاري العصر وبتسابق التكنولوجيا وفيها ابداع وفيها تطور، ولكن في نفس الوقت كل ده بيتم في اطار لا يخالف وصية الانجيل واطار مقدس مفهوش شوائب العالم اللي هي ممكن تفسد الطهارة أو ممكن تفسد القداسة. نشكر ربنا جدا من أجل عمله، يعني يمكن الذاكرة ما بتسعفنيش إن أنا أفتكر كل حاجة، ولكن يعني من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي تمت من خلال المركز، وربنا يعوض بصراحة البشمهندس شنودة بستوروس من الناس اللي تعبوا جدا في موضوع إن الكنيسة يبقى فيها سوفت وير يخدم خدمات الكنيسة، ودي كانت النواة الأولى. أنا عارف إن في حاجات كتيرة جدا بقت موجودة دلوقتي، ولكن يعني بداية أول برنامج للعضوية الكنسية تم من خلال خدام المركز، برنامج رائع عمله برضو البشمهندس شنودة للمكتبة الاستعارية، ده كان بدايته من خلال المركز. فيعني أمور كتيرة جدا تمت. برنامج للحضانة، أفتكر إن إحنا عملنا برضو برنامج للحضانة ولترتيب الحضور والخدام وحاجات كتيرة زي داتابيس كده للحضانة. يعني أنا قصدي أقول إن في خدمة الكمبيوتر كانت بتحاول على قد ما تقدر إنها يعني تبقى كده تحت رجلين خدمات الكنيسة المختلفة، وتحاول تدخل العنصر التكنولوجي في خدمات الكنيسة المختلفة. احنا ما كناش بنشتغل بمعزل عن باقي خدمات الكنيسة، احنا كنا بنحاول نصبغ خدمات الكنيسة بطابع العصر بدون طبعا اي انحراف او بدون اي يعني بعد عن المسار السليم لإيماننا وعقيدتنا وطقوسنا، ولكن في نفس الوقت كنا بنحاول ندي كده التكنولوجي جلانس، يعني او زي كده الصبغة التكنولوجية للخدمات الموجودة في الكنيسة. فربنا يبارك في كل الخدام اللي خدموا في المركز. يمكن ضعفي يعني خد بركة الخدمة في المركز لسنوات محدودة، يمكن من 2004
لغاية سفري في 2008. فطبعا على مدى 30 سنة يعني بنذكر بالخير كل الخدام اللي تعبوا، من بداية المؤسسين أستاذ أيمن حليم، باشمهندس إيهاب لطيف، كل الخدام اللي درسوا دورات مختلفة في المركز على مدى سنين طويلة في مجالات مختلفة من التخصص وهكذا. فنشكر ربنا على عمله ونشكر ربنا على بركته لينا خلال السنوات الطويلة دي، وربنا يبارك فيكم صلواتكم من أجل الخدمة. وكل سنة وكنيسة القديسين طيبة، وكل 50 سنة ويوبيل ذهبي والكنيسة بكل خير. عاطف مجدي حنا، سيدني، أستراليا. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنيسة القديسين مرمى البابا بطرس ختم الشهداء، كنيسة جميلة بخدامها وكهنتها، كنيسة تعلمنا فيها كتير من أول مدارس الأحد للخدمات المختلفة. خدمنا في خدمات كتير جدا، أنا خدمت في خدمة إذاعة وخدمت في مهرجان الشباب، ومن الخدمات الجميلة اللي خدمت فيها خدمة الإذاعة. خدمة الإذاعة ابتدت حاجة بسيطة جدا، عبارة عن برنامج لمدة ساعة اللي بنحضره على سي دي ونحطه على سي دي بلاير ونوصله بالجهاز اللي كان بيذيع على الراديو. كان في تردد على الاف ام، خدمات الكنيسة كلها اللي هي قداسات ومعاشيات بتذاع عليه. ويوم الجمعة بعد القداس التاني كنا بنشغل البرنامج بتاعنا بعد القداس على طول، اول ما كنا يقول امضوا بسلام ويخلص التنبيهات نحط البرنامج الاذاعي. البرنامج ده كان ليه موسيقى مميزه وليه بدايات لكل فقره كان محضرينها، كانت حاجات مميزه جدا الناس اللي كانوا شغالين فيها تعبوا فيها جدا. كانت فقرات كتير بتتحضر وبتاخد مجهود كبار عشان تتحمل، الساعة دي كانت بتاخد مثلا أسبوع واثنين وثلاثة عشان أحضرها. كان في مجموعة كبيرة جدا من الخدام شغالين في الموضوع، اللي بيكتب واللي بيسجل واللي بيحضر الموسيقى واللي بيفكر في أفكار جديدة. كنا بنشتغل بإمكانيات صغيرة جدا، كمبيوتر عادي قديم، كل اللي كان فيه كارت صوت علشان نسجل بيها بهيدفونز ومايكروفون عادي جدا. كنا دايما متعودين من واحنا صغيرين في الكنيسة، من ساعة ما شفت الكنيسة وهي بتتبنى، ان بأقل امكانيات نطلع احسن حاجة. المبدأ ده كملنا بيه في خدمات كتير قوي، وخدمة الإذاعة واحدة منهم. كنا بنسجل واحنا قاعدين في أوضة، الأوضة دي كان دايما بنوقف حد بره علشان لو حد خبط على الباب كنا بنضطر نعيد التسجيل كله من أول وجديد. لما الموضوع كبر شوية والخدمة استمرت لفترة والناس ابتدت تحب الفقرات اللي بتتقدم، أبونا خصص لنا أوضة نجهزها تبقى أوضة للتسجيلات. تقريبا هي الأوضة اللي موجودة لحد دلوقتي جنب المكتبة الاستعارية، جنب سلم المكتبة الاستعارية. خدنا الأوضة علشان أجهزها تبقى استوديو كان الموضوع هيتكلم جامد جدا، فكانش فيه نقدر نخصص بادجت لحاجة زي كده، فابتدينا نعملها لوحدنا. بنينا حيطة في النص وابتدينا نعزل الكنترول روم عن الديد روم، بنينا حيطة بالطوب وحطينا عليها خشب ام دي اف، حطينا كراتين بيض، حطينا فوم، وبعدين غطينا كل الكلام ده كله موكيت علشان الصوت يبقى معزول ما بين الجزء اللي بيتسجل فيه والجزء اللي بيحصل فيه الكنترول. الخدمه كانت كل اللي بيحصل فيها من ورا الكواليس، ما كانش حد يعرف مين بيعمل ايه، مين بيسجل، مين بيحضر.
كان في مجهود كبير جدا بيحصل. كنا بناخد الشرايط بتاعت الكاسيت من المكتبة ونقعد نسجلها وندخلها على الكمبيوتر عشان نستخدمها في الإذاعة. كنا دخلنا الكتاب المقدس كله اللي كان معمول على شرايط حطيناه على الكمبيوتر عشان كان كل يوم بنحط جزء معين من الإنجيل ونكمل القراية بتاعته يوم ورا التاني ورا التاني. كنا نعمل برنامج بخصوص الأسبوع الآلام، كان بيبقى كل يوم البرنامج بتاعه. كنا بنسجل مع الآباء الكهنة عظات مخصوصة عن الأيام دي، كنا بنحط ترانيم مخصوص للأسبوع الآلام، كنا بنسجل فقرات مخصوصة تأملات. في ناس كانوا موهوبين كتير جدا في الكنيسة في الوقت ده، وكانوا كلهم بيحبوا يعملوا حاجات جديدة ويبقوا مبتكرين في الخدمة بتاعتهم. بعد كده ابتدينا ندخل الخدمة دي بدل ما هي تبقى على الاف ام بس، نحطها على الانترنت، ومش بالصوت بس، لا بالصوت والصورة. كانت الصوت والصورة بيحصل للقداسات، القداسات والوعظات والعشيات والاجتماعات. ابتدينا نحط كاميرز جوه الكنيسة علشان تذيع اللي بيحصل من جوه الكنيسة. كنا بنفرح قوي بابونا مقر ما يجي يقول لنا حد من بره بعت لكم كاميرا. كانت امكانياتنا قليله بس كنا بنستغل كل حاجه، وكنا بنفرح جدا باقل حاجه بالكلمه. احنا فخورين بكنيسه القديسين ومبسوطين جدا ان احنا نقدر نتابع كل الفقرات وكل الاحتفالات بتاعه اليوبيل الذهبي على الانترنت. خدمه جميله جدا ان احنا نقدر نشوف القداسات والعشيات، وبالذات خدمات اسبوع الالام نقدر نتابعها على الانترنت من خلال الويب سايت بتاع الكنيسه. بشكر كل الناس القدام اللي شغالين حاليا في خدمه الاذاعه، وبتمنى لهم ان ربنا يديلهم قوه ويديلهم حكمه ويديلهم صبر ويديلهم كل حاجه تقدر تخليهم يكملوا في الخدمه دي، ويسلموا ناس تانيين يقدروا يكملوا في الخدمه دي زي ما هم بيعملوا واحسن. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والكنيسة طيبة والآباء كلهم طيبين.